الموسم ال 12 عبقرية المدارس مباراة مهمة في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. بهتيم الثانوية بنات، شبرا الخيمة، الأليوبية 30، الشهيد محمد صلاح عرفات، العصفرة، الدهلية 10. وحصل تغيير عندنا في مدرسة الشهيد محمد صلاح عرفات. محمد شاهين نزل مكان عبد الرحمن هشام. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. شايف الأسئلة بتطير ازاي؟ ايوه. ليه بقى؟ بتسرع في الإجابة، ما بتتناقشوش مع بعض. حلو، عندك حق، ولكن كان عبد الرحمن بيحاول يفكر، يعني كان بيحاول الحقيقة. قول يا شاهين، عايز تبقى دكتور؟ ايوه. دكتور محمد غنيم مثلك الأعلى، اخترته كمثل أعلى ليه؟ عشان هو اللي بنى أول مركز كلى في مصر، فهو عامل نهضة في طب الكلى في مصر بشكل عام، هو أول من زرع كلية في مصر. نحيي كلنا دكتور محمد غنيم. طبعا طبعا دكتور محمد غنيم احنا سألنا عنه برنامج العبقر، وليك حق تعتبره قدوة ومثل أعلى. ربنا يوفقك يا محمد. حصل عندنا تغيير واحد في مدرسة بهتيم الثانوية بنات. أوجيني روماني نزلت مكان فاتن أحمد. ازيك يا أوجيني؟ ازي حضرتك؟ أنا كويس الحمد لله. أنا تمام. السعادة اللي أنت فيها النهاردة، احكي لي السعادة دي جاية منين؟ مبسوطة جدا بجد إن أنا جربت تجربة زي برنامج العباقرة. بجد كان فترة فعلا كان نفسي أجرب تجربة زي دي، وبجد لا يعني فرحانة مبسوطة. الاستوديو نفس الاحساس وانت بتتفرجي في التلفزيون ولا حاجه مختلفه؟ اكيد في اختلاف. في البيت قاعده براحتي، بفكر براحتي عادي، مش مشغوله، لكن دلوقتي محتاجه نجمع اكبر عدد نقاط عشان نكسب في المباراه باذن الله. طيب نروح لموضوع مهم. تمام. الطالبه المثاليه على المدرسه في 2020، ده لقب الاحب الى قلبي. قولي لي حصلت على اللقب ده ازاي وليه؟ المسابقة دي لما نزلت المدرسة كانت المدرسات المفروض الأخصائيين الاجتماعيين يرشحوا لنا بنت، كانت لازم تكون متفوقة دراسيا في الأدب والأخلاق. تمام. بناتها أصحابها بيحبينها وبتاع، وفي المدرسة معروف سيرتها حلوة، وأنا كنت في ال جدا. تمام. وأنا كنت في المدرسة الوقت ده، كنت واخدة مركز أول على المدرسة في السنة دي يعني، فالحمد لله قدموني وفزت. كان احساسك ايه بقى؟ لا كانت فرحه كبيره بجد، يعني ان هم يرشحوني اللقب زي ده بجد كان فخر ليا بجد. كانت انت بتحبي المسابقات جدا وبتحصلي على مراكز، احكي لي برضو الاحب الى قلبك اني مسابقه. دخلت مسابقات كتير، يعني مثلا برضو دخلت مسابقه رسم وخدت مركز اول محافظه، ودخلنا مسابقه مرشدات برضو خدنا مركز اول، مركز تاني جمهوري ومركز اول محافظه، ودخلت مسابقة في الدين ورحت كرمت مع قداسة البابا توادرس. دي كانت بجد أحب مسابقة ليا بجد، ودخلت عديد من المسابقات بس أكيد مش فاكرها دلوقتي، بس الحمد لله يعني ربنا يوفقك. برافو عليك، نحيا كلنا وجين ومانا. نرجع لماتش النهاردة والفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. مريم وألاء، ألاء ومريم، وسؤال الأول في المعلومات العامة بعشر نقط. والسؤال هو: سوريا الشاوي هي أول امرأة تقود طائرة بإحدى دول شمال إفريقيا، فما هي؟ حصلت على شهادة قيادة الطائرات 1951، كان عندها 16 سنة، وللأسف الشديد تم اغتيالها وهي عندها 20 سنة. إجابتك؟ الجزائر. الجزائر إجابة خاطئة، مش الجزائر. ثريا الشاوي. المغرب. الفرنسويين اغتالوها بعد أكتر من محاولة اغتيال، والمغرب إجابة صحيحة. برافو عليك يا علاء، المغرب هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط، وبكده النتيجة 20 الشهيد محمد صلاح عرفات، 30 بهتيم الثانوية بنات. عندنا سؤال في الرياضة، سماء والأدهم، الأدهم وسماء.
طبعا لما يكون عندنا مدرسة بنات وسؤال في الرياضة اكيد مش في الكورة اكيد. ولا انت عايز سؤال في الكورة؟ لا طبعا. رياضة. والسؤال هو في اي رياضة فردية حصلت اللاعبة كيتي لاداكي على 7 ميداليات ذهبية أولمبية حتى عام 2021؟ سكواش. سكواش مش لعبة أولمبية. تعرفي لو سكواش لعبة أولمبية كانت مصر كسرت الدنيا، يعني كان زماننا دلوقتي في مكان تاني خالص. إجابة خاطئة. فرصة للتعادل. الكاراتيه. الكاراتيه دخلت الألعاب الأولمبية في طوكيو وخرجت تاني. طبعا إجابة خاطئة. حصلت على ميدالية في لندن في 2012 وأربعة في ريو دي جانيرو 2016 واثنين في طوكيو 2020 غير 15 ميدالية ذهبية في بطولات العالم في السباحة. هاردك تكنولوجيا أوجيني ومريم مريم وأوجيني تكنولوجيا. والسؤال هو في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لشركة السيارات أبل؟ أبل اتأسست 1862 وكانت في الأول بتصنع ماكينات خياطة، وبعدين من 1898 ابتدت تصنع عربيات. إيراداتها السنوية الشركة دي أبل حوالي 20 مليار يورو في السنة. إجابتك؟ فرنسا. فرنسا إجابة خاطئة. فرنسا رينو بيجو ستروان. إجابتك؟ ألمانيا. طبعا ألمانيا إجابة صحيحة. طبعا ألمانيا. اتعادلتوا 30-30. سؤال الأخير واحد لواحد، مريم وشاهين، شاهين ومريم، وسؤال في القدرات الذهنية. نتيجة تعادل قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 45 في 12 زائد 36 يساوي كام؟ الخبرة. إجابة صحيحة. برافو عليك يا مريم وعليك يا شاهين. الخبرة. الخبرة شفت الخبرة بتفرق إزاي؟ 576 هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط. النتيجة 40 بهتيم الثانوية بنات، 30 الشهيد محمد صلاح عرفات. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. 4 أسئلة بـ40 نقطة تعتمد على السرعة. وأول سؤال السينما والمسرح. سينما ومسرح. والسؤال هو من هو الفنان الراحل الذي قام بدور فريد الجوهري في مسلسل لدواعي أمنية؟ كان بطولة ماجد المصري ومنة شلبي وخيرية أحمد ووفاء صادق من تأليف محسن الجلاد وإخراج محمد فاضل. مين يا مريم؟ طلعت زكريا. طلعت زكريا طبعا. إجابة خطأ. إجابة مضحكة. مين اللي هيجاوب؟ ضحكيني بقى. يوسف شعبان. يوسف شعبان. لا ما ضحكتناش، ولكن إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الراحل كمال الشناوي. أنا عارفة مين اللي غنى التتر. الحمد لله كفاية. مش ده سؤالنا. أغاني موسيقى. والسؤال هو من هي الفنانة المصرية التي شاركت ماجد المهندس غناء أعترف؟ أمل ماهر. الحان خالد عز. إجابة صحيحة. غنتها 2017. ماجد المهندس جنسيته إيه؟ سعودي تاني.
لا لا هو حاجة في الخليج مش عارف. هو أصلا عراقي وخد الجنسية السعودية. طيب نتيجة اتغيرت 50 بهتيم الثانوية بنات 30 الشهيد محمد صلاح عرفات. لوحاته معالم والسؤال هو لوحة رافيل جول هي الرسام إيطالي فمن هو؟ انتهى من رسمها 1512. اللوحة دي موجودة في كنيسة سيستين في الفاتيكان. إجابتك دافنشي؟ دافنشي إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ فيش إجابة. ما فيش إجابة. عندك إجابة تانية؟ لا مش في دماغي. مايكل أنجلو. مريم هشام. ازيك يا مريم؟ الحمد ينفع كده؟ مايكل أنجلو. مريم حلمك ايه؟ عايزه ادخل طب بشري ان شاء الله. انا عارف انك عايز تدخل طب. عايز تعمل ايه بعد كده؟ هو انا بفكر في ان الطب اصلا او الكيان الطبي عامه حاجه عظيمه جدا، فان انا ادخل في مجال حباء واقدر ان انا اعمل حاجه في المستقبل كويسه جدا. نفسي ادخل جراحه او جراحه عظام، لان هو مجال يعني مش متخصص فيه السيدات قوي، ولو دخلت فيه سيده ان شاء الله يعني تقدر ان هي تبدع وتشجع ناس كتير جدا. يعني في عمليات عظام سيدات ما بتقدرش تعملها لسبب زي ده، فانا اقدر ان انا ادخل واشجع ناس زي كده، اللي هو العمليات مش صعبه ومش حاجه مستحيله، بالعكس، لكن ان حد يشجعهم ان هم عايزه تساعد الناس في انها تستريح جدا. دكتور حسام موافي، ليه اخترتيه كمثل اعلى قدوه؟ هو دكتور حسام موافي في طب الحالات الحرجه في القصر العيني. هو لا انا اعرفه كويس جدا. يعني ده استاذي يعني. هو عنده ثقافه عامه في الطب بشكل جميل جدا. نفسي يكون زيه. لا وعنده حاجه مهمه جدا، هو حافظ القران الكريم. طبعا دي يعني حاجه عظيمه. ولكن على المستوى الشخصي هو كمان دمه خفيف جدا جدا. انا بحبه يعني جدا. يعني فعلا مش ممكن عنده يعني خفه دم غير عاديه، عشان كده اخترتيه كمثل اعلى. نفسي اكون زيه في يوم من الايام. زين ما اخترتي. اتمنى لك كل التوفيق. دلوقتي عندنا اخر سؤال في الفقره. السؤال اللي جاي سؤال مش صعب، انا بقول لكم من دلوقتي سؤال سهل، ولكن اللي هيدوس على البازر هياخد منه الاجابه في ثانيتها. اتفقنا؟ سرعه البديهه. والسؤال هو كم مرة تكرر حرف الاف في الصورة؟ كم مرة تكرر حرف الاف في الصورة؟ اجابتك 12. وجيني استعجلتي. ايه انا حسبتها 12 برضه. لا صح. لا 12 صح. انا حسبتها 12. اجابة صحيحة. لا وسماء. لا مش 12. ايه حرام عليكي. بصي يا عصابة مش كفايه انا يعني عبانة وانتي كمان يا سماء؟ شفتهم 11 معلش. هم 12. برافو عليك يا وجيني. نتيجه في نهايه الفقره، بهتيم الثانويه بنات شبرا الخيمه القليوبيه 60، الشهيد محمد صلاح عرفات العصافره الدهليه 30. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع فقره تحت الضغط والعباقره. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 180,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.